السلام عليكم، راح نبلش شرح هذا السؤال. طبعا احنا البكالوريوس صرنا سفاحين فيها بعد ما حضرت انت بحدود 13 فيديو. البكالوريوس صارت لعبتك، معادله الحبل صارت لعبتك، فهسه احنا بندمج معادله الحبل بكرات المائله في حاله التسارع والتشن والقوه. في هذا السؤال، لي تراكتور جيل بلوك قيمته 150 كيلو جرام، لود بي اللي هو اللود بي هو ال 150، قلت حبل طوله 24 متر، يعني هذا الحبل هاي قد هاي 24 متر، تفيد من هذا الموضوع شيء؟ بقول لك لا. ليش؟ ما انا بدي اشتق مشان السرعه تسارع، يعني لما كنت احكي يساوي كي، شو الكي؟ هي 24 متر. يلا بيقول لي if the tractor travels to the right with constant speed، يعني هاي سرعتها لليمين constant speed، يعني تسارع التراكتور زيرو. بس شو تسارع التراكتور زيرو؟ يعني S double dot لA، يعني الAA تساوي زيرو. بس شو الS double dot لB؟ مش زيرو. ليش؟ لأنه أصلا أنا طالب من attention. تمام، شو بعمل هسه؟ طلع معادلة الحبل، طول الحبل هذا كم؟ إذا هاي كلها 12 وهاي هي عبارة عن SB، فبالتالي 12 ناقص SB زائد طول الوتر. طول الوتر هذا كم؟ سيئة، يعني الأفكار كلش شرحناها المرة الماضية مكررة مكررة. طول الحبل هذا كم؟ الارتفاع كله 12 والقاعدة هي SA، يعني هاي 12 وهاي SA، فبدي يكون عندي جذر التربيعي طول الحبل المائل SA تربيع زائد 12 تربيع. هذا شو كله بيساوي؟ بيساوي 24 اللي هو K. اشتق سالب اس بي دوت، يعني في بي، في بي معطيني اياها، لا ما عاد شو بدي فيها، زائد 2 في اس اي في اس اي دوت على 2 في الجذر نفسه، صرنا صفحين اشتقاق قلنا كمان. شو بده يساوي؟ بده يساوي زيرو. هسه اس بي دوت اللي هي في بي مش معطيني اياها، عادي اس اي معطيني اياها 5 متر، اس اي دوت معطيني اياها 4 متر لكل سكند، فايش بالتالي بقدر اجيب اس بي دوت، بقدر اجيب في بي. هسه شو بعمل؟ هذا الاقتران برجع بشتقه مشان اوجد اس بي دبل دوت. والاشتقاق قلنا البسط على المقام، صرنا نعرف كيف نشتقه من الفيديو تبع الحصان، فيديو الحصان شرحت لك الاشتقاق بالتفصيل. المهم هذا مشتقه عن طريقه غريبه، نفس الطريقه بس نخليها بثلاثه الاسس. بس خلص الاس دبل دوت هي هذا الاقتران، وهذا الشيء احنا حكيناه، هذا الفانكشن نفسه اللي طلعناه بسؤال الحصان. يلا شوف عندي المعطيات، ايش هذا اس دبل دوت بي؟ هو اي بي، هو اي بي. هو اصلا ايش هو طالب؟ هو طالب تسارع هاي الكتله، يعني هاي الكتله بدي اعملها فري بدي ديجرام، في عليها تنشن وفي عليها ام في جي، بدها تساوي رسمه التسارعات ام بي في اي بي. شو الاي بي؟ هو اس دبل دوت، اس دبل دوت اللي هو مشتقة الحبل الثانية. المهم اشتقيتها، هيها هاي اشتقاقها، هاي زيرو، هاي زيرو، ليش؟ انه اس دبل دوت فزيرو. بعوض بطلع معي اي بي هذا الرقم، هذا الرقم شو بعمل فيه؟ بعوض قانون سيجما فاي تساوي زيرو، تي ناقص 150 في 9.81 اللي هي الام في جي بتساوي الام في اي، يعني ما في اسهل من هذا الشيء، فبيطلع الجواب 1630، يعني 1.63 كيلو نيوتن. سؤال بسيط جدا، بس اعرف استعمل ماده الحبل، هذا القانون يظل زي اسمنا، وحلينا عليه امثله كثير زي سؤال الحصان وزي سؤال البكره المائله. يعطيكم العافيه.